بص، يعني كنا دايما نقول الموسم الجديد ده تحدي جديد وتحدي اصعب من اللي قبليه، خصوصا لما انت تبقى خارج من موسم قوي. وده بالظبط السيناريو الحاصل مع النادي الاهلي الموسم الماضي والموسم الحالي. طبعا هو نفسه ان هو يبدا، واحنا كلنا عارفين ان النادي الاهلي بكل الاجهزه الخاصه بيه او التابع ليها هي بتبقى حريصه او حريصه من دلوقتي على ان هي تقدم موسم اقوى كمان من الموسم اللي فات، اللي كل الناس اطلقت عليها كريم برضو موسم استثنائي بمقاييس كتيره جدا تقدر تطلق عليه هذا الامر. يعني لو هروح شوية أتكلم عن مارسيل كولر أعتقد هيكون عليه الضغط الأكبر. قولي ليه؟ لأن الراجل ده لما جه أولا كانت الناس كلها متشوقة مين المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. سمعنا عن اسم مارسيل كولر، كلنا دخلنا نبص على السي في الخاص بهذا الرجل، لقينا سي في محترم جدا، لقينا عدد بطولات رائعة جدا، لقينا نجاحات مع كل الأندية اللي هو يعني كان بيدربها أو بيشارك فيها. طيب اطمنا إلى حد كبير، ابتدى يلعب مع النادي الأهلي، ابتدى الشغل والتدريب وغيره والأداء يبان في اللعيبة، ابتدت الروح تعود مرة تانية، ابتدى التطوير يحصل للعيبة المختلفة عندنا. حتى كان في فترة ركود، خلينا نبقى صراحة، كان في فترة ركود لبعض اللعيبة، لقيت الأمور لا بتتحسن بشكل كبير. هو ده اللي خلى واحدة واحدة كولر بجد ينال ثقة وحب يعني جماهير النادي الاهلي. ممكن يجي على فكره مدير فني شاطر ينال ثقه الجماهير، مش شرط يحبوه، بس كولر استطاع ان هو يحقق الاثنين. معادله صعبه بس اتحققت مع كولر. فكولر بعد كل النجاحات زي ما انت كنت بتتكلم في الموسم الماضي، اعتقد عليه عبء كبير جدا وضغط كبير جدا من جماهير النادي الاهلي، ان انا عايز اشوف موسم لا يقل ابدا عن الموسم الماضي، بل بالعكس انا عايز كمان ومتعطش للافضل. فهي دي طبيعه الجماهير عندنا. فاعتقد كولر على درايه ووعي بده جدا، لان هو دارس كمان يعني كينونة أو طبيعة المشجع الأهلاوي، دايما بيتعامل بالشكل ده. حتى التصريحات بتاعته اللي بتكون بعد الماتشات والمباريات المختلفة دايما بيخاطب فيها الجماهير بشكل كبير، مش الصحفيين. تصريحاته دايما تحس إن هي بتلمس الجماهير أكتر، عايز يطمنهم، عايز يقول لهم آه عندنا إخفاقات شغالين عليها، عايز الماتش الجاي يبين لهم قد إيه إحنا اشتغلنا على المشاكل دي. قلنا الكلام ده على فكرة قبل كده في اللمسات الأخيرة وغيره، كان عندنا فرص ضائعة مش طبيعية بصراحة برضو بداية الموسم اللي فات. ولما كان بيقف عند اي اخفاقات من اللي انت بتتكلمي عنها كان بيتكلم عنها بمنتهى الموضوعيه ومنتهى يعني المصداقيه، ما عندوش اي توجه باي حال من الاحوال ان هو يعلق اي اخطاء او اخفاقات على اي شماعه. لا، هو من الناس اللي بتواجه، وعلى فكره ده اللي اتى ثماره في نهايه المشوار. ما احنا اكيد عشان نحقق العلامه الكامله في موسم استثنائي زي ما انت كنت بتقولي، الحاجات دي ما بتجيش بالفراغ طبعا. بالظبط، هي يعني تبقى نتاج شغل ونتاج امور عديده بيتم العمل على اساسها. واللي عجبني كمان قبل ما انسى برضو النقطه دي، ان كولر عنده ذكاء في الرد على اي هجوم كان بيتعرض ليه في البدايه. يعني ما كانش بيرمي ودنه ابدا، ما كانش بيهتم مين بيقول ايه. انت عارف طبعا قبل اي حاجه النادي الاهلي تحديدا في تركيز معاه، لاعب جديد جه، صفقه جديده، مدير فني، لازم تلاقي بعض الانتقادات اللي بتواجه كده كده. احنا ما يعني الرد بيكون على الارض لا نلتفت، لكن هو شخص كان بيتعامل بذكاء جدا، ما كانش بيفرق معاه حد، كان دايما بيرد على الارض. حتى لما كان في ناس تيجي تنتقد مثلا التبديلات بتاعته، اشمعنى الدقيقه 77 واشمعنى ما عملتش التبديله دي، هو جه مره لو انت فاكر قال لك يعني ما تقولوا لي طب التشكيل اللي انتوا عايزينه ونشوف، حتى لو لعبت بالتشكيل اللي انتوا عايزينه برده مش هيبقى كافي بالنسبه لبعض الناس. انا ما بتكلمش على جماهير النادي الاهلي، وكان بيتكلم في العموم. فلا، راجل عارف بيعمل ايه كويس قوي. وحتى لما انت صبرت وشفت طريقه لعبه والتبديلات اللي هو بيعملها في التوقيت اللي هو شايفه صح، اتت ثمارها على النتائج. فلا يعني انا من الناس اللي حقيقي سعيده جدا بان كولر هو المدير الفني للنادي الاهلي. فكرني الى حد كبير بمانويل خوسيه ايام العز زمان، وايام النجاحات العظيمه والتاريخ اللي اتكتب مع النادي الاهلي مع هذا الرجل. طبعا اضاف كتير للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اضاف له طبعا كتير جدا.